إلى موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجد سعد بن عبادة في منطقة الماجور إلى قتيلين وأكثر من 100 جريح وفق مصادر طبية. وأعلن مسؤول الإعلام بالجهاز المباحث العام في بنغازي أنيس الورشفاني أعلن بأن تقرير قسم الفنية وكشف المفرقعات التابع للجهاز أرجع تفجير المسجد في بنغازي إلى عبوتين ناسفتين. أوضح الورشفاني عبر صفحته على فيسبوك بأن العبوتين تزنان أكثر من نصف كيلوغرام وزرعتا داخل أجهزة التكييف بالمسجد المستهدف دون تقديم تفاصيل أخرى. طلبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة البدء في التحقيقات لتقديم المتهمين في عملية التفجير في منطقة الماجوري في مدينة بنغازي تقديمهم للعدالة. ودنت البعثة عبر حسابها على تويتر التفجيرات التي شهدتها المدينة ومؤكدة ضرورة عدم اعتبار مثل هذه الأحداث مبررا للأعمال الانتقامية. أضافت البعثة الأممية بأن الهجمات العشوائية ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الدولي وتمثل جرائم حرب. قال ناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري إن تسليم المطلوب الدولي محمود الورفلي للجنائية الدولية أمر غير وارد. وفي حديثه لقناة فرنس 24 أكد المسماري أن الورفلي معتقل الآن لدى الشرطة العسكرية ونافيا الأنباء التي ترددت حول إطلاق سراحه. وفي معرض إجابته حول إمكانية ترشح خليفة حفتر للانتخابات القادمة قال المسماري إن ذلك يحدده قانون الانتخابات. قال الناطق باسم قوة حماية السرت طه حديد إن القوة لم تتمكن من رصد التحركات التي اشتبهت بأنها تابعة لتنظيم الدولة نظرا لنقص الإمكانيات لدى القوات المتمركزة في المدينة. وحمل حديد في اتصال مع قناة النبأ المجلس الرئاسي المقترح المسؤولية الكبرى لما ستؤول إليه الأوضاع بسبب نقص الدعم الأمني للمدينة. يذكر أن قوة حماية السرت كانت قد أعلنت حالة النفير العام بعد رصد ما سمتها بتحركات للعدو شرقي سرت دون تسميته. اتهم مسؤول الملف الأمني في مدينة درنا يحيى الوسطى عمر اتهم ميليشيات الكرامة بالسعي إلى توريط الأجهزة الأمنية والشرطية في الجبل الأخضر وإدخالها في قتال دموي مع أهل درنا تحت شماعة الإرهاب الكاذبة. وقال الوسطى عمر في منشور له على فيسبوك إن الهدف من هذه التصريحات هو إدخال المنطقة في حرب لا مبرر لها، الغرض منها تفتيت النسيج الاجتماعي. ويأتي كلام مسؤول الملف الأمني إثر تصريح أمر المنطقة العسكرية في الجبل الأخضر موسى المعداني الذي برر الهجوم على مدينة درنة بأنه يأتي بهدف وضع طوق أمني على ما وصفها بالجماعات الإرهابية هناك. ختام الموجز، شكرا لكم ودمتم في أمان الله. We'll be right back.